محظورات الإحرام بالنسبة لما يحرم على الذكر والأنثى على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما يختص بالذكر من المحظورات، وهو شيئان: لبس المخيط وتغطية الرأس، هذا خاص بالذكر. القسم الثاني ما يختص بالأنثى، وهو النقاب والبرقع كما تقدم من باب أولى. والقسم الثالث ما هو مشترك بين الذكور والإناث، وهو بقية المحظورات: حلق الرأس، تقليم الظفر، الطيب، عقد النكاح، الجماع، قتل الصيد، المباشرة. هذه السبعة مشتركة بين الذكور وبين الإناث. كذلك أيضا يلحق به لبس القفازين سواء للذكر أو الأنثى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تلبس القفازين، فالقفازان حرام على الذكر والأنثى. وإنما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لبس القفازين بالنسبة للذكر لأنه لم تجري العادة في ذلك الزمن أن يلبسوا القفازين. نعم.